أبيل المرميد. أهلا بكم الممثل المغربي عبد السمد مفتاح الخير فاس بلا المرميد أف بي العدد الثامن والسبعون صراحة علي أن أفضي باعتراف منذ البدء ضيف العدد كنت أود استضافته في الموسم الأول نعم هنا في الأف لا أميز بين المرشحين بمعيار السن كما تفعل لجان الدعم عندنا استغربت كيف أن الشاب الذي شاهدته مبكرا في المسرح فضل أن يتوارى عن الأنظار مؤخرا كيف أن مخرجين سينمائيين لا ينتبهون له ويجلبون بالمقابل ممثلين آخرين يتعلمون التمثيل فينا ويعتدون على عيوننا قلتها لما صادفت ذات مرة بن عيسى الجراري أحب المحاسبة لكنني أكره الظلم عبد الصمد مفتاح الخير خريج لزاداك لكن القصة بدأت قبل أن يتكون يعرف مسرح الهواة وتعرفونه أنتم من خلال أعمال تلفزية سيكون لها نصيب في المواجهة الممثل عبد الصمد مفتاح الخير فصبيل المرميد اف بي ام سيرتيفيي بار شكرا لكم لانكم جعلتموه الموعد السينمائي الاكثر متابعه في البلاد المغاربيه الارقام تشهد سامد مساح الخير مرحبا بك في الاف بي ام هنا في استوديو ميدي ان مرحبا وشكرا على على الحضور اهلا وسهلا سي سماد انت الحضور ديالك في هذه المواجهه معايا كيكتسي الاهميه ديالو الكبيره كونك ممثل خلينا نقول هكا طيب ولكن دابا المشكله ديال هاد الطيبوبه ديالك اللي هي مرتبطه بمهارات و... وبمواهب اخرى غادي نتكلموا عليها من بعد ما غاديش تفعلك باش نكون طيب انا معاك حيث القانون ديال الايفيم راك راك عارفوا الساعتها كاين حاجات اللي يمكن تسمعهم لانهم فيهم تطهير ليا انا وبالخصوص ليك انت. مرحبا أولاً ما عجبكش هذا التمهيد؟ لا 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 مزيان مزيان واخا نبداو من حيث البدء اللي هو المسرح. المجال ديال التخصص ديالك واللي تكونتي فيه في لي في المعهد في الرباط سبقتي خديتي عليه جائزه احسن ممثل وانت مازال صغير. هادشي كان قديم والمسار في الوقت اللي كان من المفروض باش يرتقي لاعلى المستويات اذا به كيتختزل في مجموعه ديال الادوار اللي كتخليك عبد الصمد مفتاح الخير مره بهلوان ترابيزيست مره الكوميدي ومره المهرج علاش ما مشاتش الامور في الاتجاه ديالها السليم علما ان البدايه كانت سليمه وسليمه بزاف وانت كتعرف اي بدايه كتكون يعني انا بالنسبه لي البدايه ديالي كانت مزيانه يعني هي اللي قلت لك البدايه كانت يعني اكثر من اي يعني ما جيتش فين تخرج المسلسل الاول حب المزاح تبعته عائله لون دوير الزمان أه عائله سي مربوح شي في التلفازه وخصوص المسرح والمسرح خدمت مع الزروالي في العام الاول عطيب الصديقي ومن بعد التحقنا كنا مجموعه ديال تنسيفت وخرجنا بتجربه مزيانه الا انه انت كي كتعرف يعني في المومون فاش كتكون في التكوين كيكون كي عندك احلام شوف اليوم شرح الهم ديالك ماشي المت... كان كنعرف انا كنعرف الناس يعرفوا <applause> <applause> لا هو انا في ال... في البدايه شي شويه تصدمت بالواقع اللي كاين يعني انه المجال الفني ما كيطلبش منك انك تكون ممثل فقط مم. انك كيطلب منك انك تكون حوايج اخرين دي ما قدرش عليها انا ربما شرطي لها انت في ديالك انا واحد الانسان داخل سوق راسو كنبغي نخدم أه كان بغي هذا المجال هذا يعني ما اخترتوش باش نخدم فيه كان بغي يعني كان بغي بزاف راه بديت وانا صغير بزاف ولكن فاش بدينا شي شويه كتلقى شي مفاجات يعني اللي اللي كي كيطلبوا منك واحد لي فور كبير انا ما ما ما, ما قدرتش عليه يعني مم. ما ربما حواش شي حوايج كيتعارضوا مع شي مبادئ ديالي ربما مم مم ربما ما كنلقاش الخدمه بالشكل اللي بغيت انا يا و... مخرج اللي كينتظر ممثل هو اللي يتقرب منه بطريقه عجيبه باش يقدر يعطيه ايه الدور اه سيسا سيسا سي علما و... انه الانسان ما محتاجش يعمل هذا الشيء هذا ملي كتكون البدايه انا كنحاول نبين المهارات ديالي فهذا ما كيبقاش الدور ديالي فوالا كتخدم يعني بـ 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 بالمجهود ديالك وفوق المجهود ديالك هذا الشيء هو اللي كيوقع مع المخرجين اللي كنقولوا راه غير على الحرفه وملي كان... كتقولها لهم كيغضبوا ما عندنا غرض ماشي مشكل ملي بديتي مسارك الفني في المسرح تحت لك فرص تشتغل في اعمال ديال اسماء وزينه وكبيره كما قلت يا عبد الحق الزروالي والرحيلين آه طيب العلاج والطيب طيب, طيب صديقي واحمد طيب العلاج وهنا كاينه المفارقه هاد الرواد ديال ديال المسرح عبد الصمد ما كنتيوش كتقراو عليهم في التكوين ديالكم ما كانش كيتعطاهم اعتبار وانا هاد المساله كتزعجني نعم منين تخرجتوا لقى بعد منكم راسو مضطر يخدم معاهم وهنا بطبيعه الحال كان ضروري توقع شويه ديال الاصطدامات اصطدام استيضام جوج عقليات مختلفين في التصور ديال العمل المسرحي واش بالنسبه لك عبد السلام شعرتي انت بهذه المفارقه او ما تبادر الذهن ديالك والو وكنت خدام وما كطرحش الاسئله لا لا الى لاحظتي معايا مزيان انه انا في البدايه التجربه الاولى كانت مع عبد الحق الزروالي الثانيه مع الطيب صديقي وطيب العلاج علاش؟ مم. لانه انا بالنسبه لي كانت اختيار في الاول قلت بلاتي انا غادي نبدا بلاتي بعدا نبدا مع اللي سبقونا والله الا فريمون كانت عندي استراتيجي في هذا الشكل هذا قلت ضروري خصني ندوز من, من كنقولوا حنايا يد المعلم يعني مم. يعني هاد الناس هادو اللي سبقونا وبصموا سميتهم علاش اش اللي كيميزهم هما فالتحقت بديك الساعه كانت المبادره من نيت سي 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 عبد الزروالي مع المنتج اللي كان ديك الساعه رشيد القاسمي وعيط ليا وخدمنا واكتشفت اشياء جميله مع ذاك الراجل واكتشفت انه انسان يستحق الاحترام والتجربه ديالو لأن كاستحق لأنك من بعد انت العلاقه ديالك بمسرح الهواة كانت قبل تكوين فليزاد اكيد من بعد كاين اللي اشتغلوا مع الناس رواد بحال هادو لكن بكل صراحه من بعد كتسمعهم كيشكيو مثلا أنه ما كانش اجور كانوا هاد الناس كيستغلوهم الانسان كياخذ اشياء ايجابيه في مقابل هذا هذا تجربه من عند ناس رواد اولا هادوك الناس شوف هادوك الناس عندهم تجربه كبيره في هذا الميدان ثانيا هذوك الناس كيفاش كيفاش عاشوا هما هذه الحرفه هذه هما كانوا كيتعاملوا كي معاهم اللي قبل منهم بهذه الطريقه هذه فربما انه بالنسبه لهم هما انه الا اشتغلتي معاهم انك كتستافد من التجربه ديالهم أو اون باراليل كيعطوك واحد شويه الفلوس كاين اللي كيفهم هذه المساله هذه انت راك استفدتي لا انا استفدت بزاف مم. انا يكفيني أنا أنا سجلت اسمي مع هذه الاسماء هذه انا انا كنفتخر بها اسيدي واخا واخا دابا مع مرور الوقت ما كتشعرش بواحد النوع ديال الاسف انكم في التكوين ديالكم كنتوا كتقراوا مناهج ديال التشخيص الغربيه ها ستانيسلافسكي ها غروتوفسكي ها بيتر بروك ها تشيكوف وغيرهم وما كنتوش كتلقاو اي معلومات على الاعمال ديال الرواد ديالنا جوج منهم طيب صديقي وطيب العجل الله يرحمهم ولا المسكين الصغير في الاتجاه ديالو النقد والشهاده أو لا المرحوم الحوري الحسين في اتجاه ديال المسرح الفردي اللي كان مسميه مسرح المرحله ولا حتى الاحتفاليه اه اللي باقي متشبت بها السي عبد الكريم عبد الكريم برشيد زعما الاخرين حسن ياك أولا علموكم اي حاجه عملوها الناس القدام اللي قبل منكم خايبه وما تصلحش وانتم هما اللي تعودوا البناء ديال المسرح المغربي من جديد ياك واقيلا كتعرف بانه اي استاذ عنده واحد التكوين تا هو يعني اي استاذ كيتبع واحد المدرسه معينه بالتالي كيامن بها فالاساتذه اللي قراونا حنايا كاين مثلا استاذ تخيسي قرا في روسيا، الاستاذ ب قرا في الميريكان الى اخره الى على راسنا وعينينا يسر. ولكن كاين رواد في البلاد والمصيبه هو انه النصوص ديالهم كاينه. كاينه انه مدرسه مدرسه عموميه اللي كاينه في البلاد اللي هي المغرب ما فيها حس الرواد مشكله ما عبد لا وما نساوش بانه لي زادك ديك الساعه كان في الطيب صديقي كان كا كان شنو كان ديك الساعه دوز ستاج في, 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 في المعاد المعهد ومونطا معاهم دي سبيكتاكل. ماشي غير هو كان مجموعه الاسماء ولكن الحضور ديالهم كي قلتي انت ماشي بشي بشي حضور بشي حضور اللي هو كبير ودائما حنا كيبقى كي ما هو غربي كنفضلو حنا على ما هو سميتو وهذا كذلك هو اللي 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 عاود اجج هذيك الفرقه بين الخريجين والرواد يعني هذه المساله هذه اللي خلات خلات يكون واحد سي سو اثر بزاف على 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 وكاين وكاين اللي حضر من من الضيوف من خريجي المعهد لي بالنسبه لي ما كيعرفو والو على مسرح الأول كاريزا. أكيد أكيد لأنه ولا ما كنعرفوش التاريخ ديالنا وسورتو التاريخ ديال الحرف اللي كدير فهذه إيه المسأله ما مم مم كتعاونش بزاف شتي أنت راه ما كنهضرش غير عليك أنت بعدا تحت لك كما قلت الفرصه عبد نعم تشتغل مع الرواد ديالنا وتعرف قيمتهم ولكن كما قلت مجموعه ديال الخريجين والخريجات ومنهم اللي مروا من, من هنا راه ما عارفينش مثلا بأن صديقي الله يرحمه اشتغل بشكل كبير على الأشكال ما قبل آه مسرحية وطورها في إطار قوالب جديده اشتغل على سلطان الطلبه على البساطة، على الحلقه على سيدي الكتفي ولكن هذه الاشكال بالتاكيد لو كان كان عندكم مقررات في التكوين اللي كت اللي كتعرفكم على القيمه ديالها كان اول شيء تبادر للذهن ديالكم هو تمشيوا عند هذا الرواد تشتغلوا معاهم في اطار تكوين جديد عن قناعه واختيار ماشي مجبرين حيت خاصهم خدمه وصافي انا غادي نجاوبك شوف دابا قبل ما يشتغل على هذه الاشكال هذه فهو حتى هو درس كانت عنده دراسه اكاديميه وخذ دي ستاج ياسف. يعني عارف شنو هو المسرح العالمي والمسرح الفرنسي الى اخره وبالتالي طيب صديقي باش كيتميز هو اللي فهم اشنا هو الاشتغال على المسرح في المغرب يعني كنعتبروا انا من الرواد اللي قدروا استطاعوا بالمغربيه ديالهم انهم يكونوا عالميين وهذه مساله اللي ما كنفهموش حنايا طيب صديقي سيسا. هو طيب. كل شيء طيب صديقي هو هو الطوم اللي كتشوف كله يعني بما فيه بما فيه ماشي المسرح السينما والتلفزه الى اخره الى اخره فهذا السيد هذا كان عنده كانت شخصيه قويه جدا كان عنده راي مشى قرا فرنسا جا لهنا وكنتذكر انه شي واحد كان عاود لي بانه المخرج ديالو او لا الاستاذ ديالو في فرنسا كان قال له دابا وليدي قريتي هذا الشيء عندنا يلا، سير ديال المسرح لبلادك وبالتالي فجأة هز من 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 هز اشكال معينه وباقي اشكال اخرى ممكن تهز مم. ولكن المشكل عندنا حنا في الانبهار بالمسرح الغربي وكنبقاو منبارين به الوغ كو هو غير غير تجاربيه ما كاينش شي واحد عاطينا شي قاعده للمسرح لا مزيان انه الانسان يعرف ولكن, مؤسسة, ولكن اللي... مؤسسه عندنا في بلادنا باش داكشي مؤسسه عندنا في بلادنا وكاين رواد اللي فعلا عندهم خدمه وقفه ونصوص موجوده وراه ممكن انه يتم الاشتغال عليها في التكوين دراسه وتحليلا قراءه و وكنظن وتفكيكا كنظن كن مؤخرا كاينين تجارب في هذا الاطار كاينين دي جون اللي بداو كيجبدوا كي, كي شي شويه من هذا واخا نحيدوا من المسرح راك درتي داكشي اللي المفروض تعملوا فيه عبد وما ومازال تزيد فين نمشيو دابا للتلفزيون ولا السينما اللي بغيتي انا طبيعه الحال انا اللي كنختار انايا نمشيو للسينما في الدوره الاولى ديال مهرجان سلا في 2004 خديتي جائزه على الدور اللي اديتيه في فيلم الملائكه لا تحلق فوق الدار البيضاء ديال محمد العسلي. باش شعرتي منين ربحتي الجائزه. حقيقه شعرت ببرد الاعتبار علاش؟ لانه في هذاك الفيلم تعبنا فيه بزاف. فراحت فرحت بزاف لانه مم. اول تجربه كناخذ اول تجربه سينمائيه اللي هي ليه كانت وفي اول تجربه كتاخذ ان بخي اللي هو يعني كنظن بانه انترناسيونال لانه هذاك في الصفه الانترناسيونال في السله يعني عليا <applause> ما شغليش انايا ما شغليش اللي كانوا من على علاش دابا في الاف بي ام عبد الصمد ما كنبغيش نطرح هذه الاسئله هذه باش شعرتي لا باش شعرتي شنو الاحاسيس أح... ديالك كي جاك الدور حيت انا بالنسبه لي هذا الشيء اللي قلتيه مثلا نقدر نقول لك في اطار النقاش اللي كاين بيناتنا ما كانش خصك تشعر به نقول لك علاش علاش فهاد الفيلم كيبان انك ماشي انت اللي كنتي البطل نعم لان الفيلم فيه قصص ديال الشخصيات وانت واحد من هذه الشخصيات الاداء كان سليم ولكن ماشي شي حاجه كبيره اللي يربح بها الانسان الجائزه كان الشعور الصحيح اللي ممكن يحس به شاب في البدايه ديال الطريق ديالو هو يقول يتساءل مثلا انني ربما هذه الجائزه كبر مني شي شويه انت واقيلا هذه هاد القضيه هادي لا 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 شوف نقول واحد المساله هاد المساله ديال الجوائز انا ماشي اول مره غادي ناخذ جائزه تقريبا في البرمانيز ديالي عندي شي 25 جائزه احسن من ما ما عرفت المهم صدفه المهم فهمتيني ولكن دائما انا كان جائزة في المسرح يعجبني نذكر بها جائزه في المسرح في مكناس اللي كان طيب صديقي الله يرحمه كان باغي يعطيك جائزه احسن ممثل وقالوا له مازال صغير شويه في السن الأمل اسبوغ اكزاكتومون علاش لانه انا تو سامبلومون اي انا اي دور دخلت له كنحاول ما نخرج منه تنعطيه داك الشيء اللي, اللي قدرت عليه واللي ما قدرت عليه فالمساله ديال الجوائز انا لا تعني لي شيء ولكن الى جات ما كتقدرش فيها ولكن ما, ريباو. ما كتزعزعش من ولكن شتي شتي هي الاسئله ديال كيف تشعر وكيف تحس شتي ايه لا شبعتي واقيلا كنتي شبعتي في واحد الوقيته ديال الحوارات هكا ولكن حتى حنا راه غنمشيو كذا واحد كنمشيو معاه في ستون ديالو بانت. اي يا اخويا واش عرفت هذا كان شي واحد معقول كان ويلي معاه اي واخا عبد الصمد واحد الضيف قبل منك قال لي وانا كنتحاور معاه بانني ما كتعجبني حتى حاجه لا العجب ولا صيام ما عرفت رجاء ولا شي حاجه وانا نقول لك دابا واحد الحاجه دابا انت كتعجبني ايوا يلا ولكن باغي نقول لك شي حاجات اللي اللي فيك ما كيعجبونيش وهذا الشيء حتى هو راه داخل في اطار الاعجاب حيت باغيك تعجبني اكثر حسب تقدير الامور ديالي انا يعني ومن حقي تبان لي شي حاجات آه عوجين باغيهم يتصلحوا ويتقوموا وكنظن مساله بسيطه وعاديه ومشروعه اولا بغيتي سعد السما نقول عليك انت ممثل رائع وتحفه كبيره و... وانا سعيد بالاستضافه برنامج... كنت بغيت هادشي كاع ما نجي لهذا البرنامج اصلا صافي <applause> أرى نرجعوا للطريق الفيلم الثاني ديالك سينمائي بقاو في السينما معرفة <applause> المخرج محمد العسلي ايادي خشينه اول مشهد في الشاشه كيبان لي عبد الصمد مفتاح الخير في السطح ولابس واحد جاكيته فيها القب وجالس حدا عشرات ديال ديال الاقفاص ديال ديال الطيور انا فرحت وقلت عبد الصمد هو البطل ومن بعد اتضح ان انك مؤدي عاوتاني دور ثاني وهنا كيتتحن المخرج وكاتب السيناريو ديال الفيلم مازال ما اقتنعش بانك واجد باش تاخذ شي دور اول والا كان يقدر يفصل عليك السيناريو كما كنقولوا او لا 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 هو الفيلم تكتب على على تكتب الدور الاساسي فيه هو الدور اللي قام به بسطاوي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يا ربي وكم خدمت ديجا مع مع السي محمد العسلي فربما ضاف هو ربما ضاف بيرسوناج اخر ماشي هو ولكن كان كيكتبو انا في عقله ولكن هو لو رول principal عنده بالنسبه للفيلم هو الدور اللي لعبو بستاف الله يرحمه يعني انا بالنسبه لهذاك كنت غير كان اكومباني انت شتي يعني كان هو الحلاق كنت انا المساعد ديالو ما كانش الدور ما كانش اساسا كيعتمد على الهضره بزاف كما شتي حتى الدور الاول ما كانش كيعتمد على الهضره بزاف نرجع لك ليه ان اوروبا ما كانت اللي كان شويه في الدور الاول اللي خديت عليه الجائزه هو انه كان فيه اللعب اكثر بدون كلام يعني بوتيتر داك الشيء اللي كان تار انتباه ديال اللجنه اكثر لانه مزي. باش تلعب بالهضره كتكون شويه صعب انك تلعب بالهضره اي شوف هادشي اللي كنقول راه كيتعلق بالسيروره الطبيعيه ديال الامور وما كيعنيش نعم. نهائيا انك ما كنتيش في المستوى في هذا الفيلم الثاني ما بغيش نطرح عليك ديك الاسئله المستهلكه بحال واش كانوا كيجيوك عروض في سينما وكترفضهم لانني عارف انهم ما كانوش كيجيوك عروض في السينما ومرات عليك واحد مرحله فراغ سينمائي رغم انك كان من المفروض باش تواصل العطاء بشكل تصاعدي وجه الغرابه في الامر بالنسبه لي انا عبد الصمد هو انك ممثل عبرتي على الجاهزيه ديالك لا. ومخرجين سينمائيين مقاطعينك عندك شي مشكل حنا ما عارفينوش لا وأنا و... كنت كنتكلم طبعا على المشكل المهني ماشي الشخصي غير باش نكون واضحين لا هو اساسا يعني اي مخرج كيفضل يشتغل مع الناس اللي قراب له هذا يعني ف وانا شي شويه ما كنمشيش بزاف لي فيستيفال ما كانت بزاف مخرجين الفعاليات السينمائيه بزاف انا واحد المره كان قال لي يا محمد اسماعيل تلاقيتوني هنا في طنجه كنا وقت ما تلاقينا كيقول لي صديقي وكيعنقني وداك الشيء تيقول لي راه بغيت نخدم معاك راه واحد النهار تبغي يقول لي هكا قال لي شوف راه دائما انا بغيت نخدم معاك ولكن فاش كيتحط الفيلم كنلقى مجموعين عليا عباد الله وتيقولوا لي هذا 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 وكتمشي لي على بالي هادشي اللي كيوقع غالبا مم. يعني شحال من مخرج انت في دماغه ولكن أو اولا المخرج اللي كيقول لك كي اجي نجي نتكلم معاك يقول لك اتصل بيا في كازا اه هذا ايه هذا واحد المخرج تس... تلاقيتو في فيستيفال تمرات غير باش مزيان الناس بلا ما نسمي الاسم ديالو ولكن في الاساليب احترام المشكله هو مخرج مزيان هذا يعني شوف م... مخرج مزيان فاش ف... 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 في <applause> النظر <applause> فهمتيني <تصوح> <تصوح> قال لي الصمد واحد الدقيقه جيت عنده قال لي لا بخير اتصل بيا مشي لكازا اتصل بيا ودار بحال هكا <مم> ايوا كان عندي جوج خيارات سواء نمشي فحالي حالي سواء نمشي فحالي حالي مشيتي في حالك وانا نمشي في حالي. <تصوح> وخاخرش. شوف في السينما انت راه كاينه بلاصتك وماشي محابات هذه راه حقك لكن داكشي ديال التلفزيون ما نقدرش نخليك الحلقه تفوت بلا ما نعاتبك نهضر او لا تهضر أه لا لا قول لي باش نعرف لا انا بالي واش تهضر تي هي الكاتارسيست كيما هو التلفزيون انا بالنسبه لي تلفزيون اا أه 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 مشيت له اساسا على قبل يعني كانت واحد ال... الجاهزيه ديال التلفازه وديال الجمهور استقبال مواد يعني كوميديه وكنت كنعتقد اللي كتعميها في الجواب كنت ماشي مزيان لا والله الا بصح لا <تصفيق> بصح <تصفيق> الناس محتاجين ومتعطشين انهم يشوفوا شي حاجه كوميديه وكنت كنعتقد انه نقدر ندير شي حاجه ولا نضيف شي حاجه في الكوميديا في التلفاز التلفازه ولكن سي ديفيسيل وبالتالي كتوقع بعض المرات في الحموضيه بعض المرات في الارتجال بعض المرات في هذا ولكن انا نقول لك واحد المساله انا كاع الاعمال اللي اشتغلت فيها في التلفزيون واخا ما كنتش كندير داكشي الشيء اللي كنبغي ولكن كنت كنت على الاقل داكشي على الاقل داك شي... آه... الشيء اللي كندير على... كنحاول نبغيه وصافي يعني ما م... م... كانش عندي اختيار اخر كنت كان م... كانوا تجارب اللي شويه نقدر نقول على في الضوء ولكن ماشي كثيره بزاف دا دا, دا, دا دار الورثه او لا بحال هادشي ديال اخرهم الكبسوله ديال نجمه وقمر ديال رمضان اللي فات نعم شنو هادشي هذاك الشيء واحد التفصيله كيقترحها واحد الانسان كنمشيو مع ديك التفصيله في الاخر كتخرج عوجه كنصدقو حنايا في المشكل وماشي غير هذيك بزاف نجمة الاعمال يعني وماشي الذنب ديال هذاك الذنب ديال لونسومبل ديال لونسومبل ديال, ديال الخدمه في الكوميك مم. اشوف نقول لك راه باقي حنا كنخدمو في المغرب بطريقه خاطئه من طيب العج وطيب صديقي النجمه وقمر ايوا واش غادي ندير نجمه وقمر فيها سميه اقري وعلى سميه اقري سهله بدي الصناج نجاوب ولا انت لا لكن كنقول لك انايا انتاج ديال نبيل عيوش كلي وشنو. عشان عشان كل اللي كان دابا شنو بغيتي على درتي على سامية كل ممثل اللي كانت في هاد في هذه الكبسوله هذه كاين والبنت وكانت الاخر. بدي الصناجي فكرني فكرني في البيرو كنتي كتاثرهم وكنتي كتعمل كت شي حاجات مزيانين ولكن النص اللي ماشي مزيان ياك لا فكرني فكرني كنتي كدير شي حوايج ما كنقول دابا نشرح لك واحد المساله الكوميك الكوميديا اون جينيرال ما عمرها كنجيو وكنجلسوا وكنبداو كنكتبوا غير كنكتبوا باش نكملوا الصفحه ايوا علاش كديروا هادشي؟ كنديروا هادشي لانه ما عندناش لو شوا فاش كيجيك كي بروجي حتى كتبقى شهرين لا سميتو وغتقول لي الذنب ديالك ديال من غنقول لك الذنب ديال حتى واحد ها. كيف الذنب ديال, ها. ديال, ها. ديال ها. الفلوس اللي كيتعطلوا او لي بروجي دابا التلفازه كيتقدموا لها مشاريع في قبال ما, ما كيلقاو كي بانه مشاريع ما, ما مزياناش ولا ما ما... ما كتوفرش على الشروط كتعاود ثاني يدفعوا الناس لا سميتو الوغ فاش كيتقبل كيكون ديجا الوقت م... كيبدا التورناج في في جوج ماي سي يعني كيكون صعيب يعني راه واخا تجيب شي جروب من الميريكا لهنايا راه ما يديروا والو وقيلا باحسن الممثلين في العالم تجي تحطهم في سيت كوم ما غ... ما ما يمكنش ورا داروها داروها مع المصريين راه جابوا مصريين لهنا ولاو كي ولاو كيغوتوا بحالنا ماشي كيغوت بحالكم ماشي بحالنا بحالكم دابا حنا مجرمين <applause> كيغوتوا بحالكم ماشي كيغوتوا من لهنا وهادوك كيغوتوا من هنا كي 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 في الخزانه العمل المسرحي بعض المرات كنشوف كنشوف كتغوت حتى انت وهادي شنو كيدير راه كتغوت راه ولات عندنا لا مود عادي الا ما غوتيش انت عيان اجي في رمضان غنشوفوك انت ولا بلاتي لا بوتيتر غادي نكون في ان فيلم مع هشام الجباري تيليفيلم عن تيليفيلم فوالا هشام جباري أه؟ آه عندي فيه البطوله جي سوبيغ كوميدي كنظن غادي يكون زوين كقدن لا لا كنظن غادي يكون زوين لا لا لا, لا والله الا السيناريو <مم> زوين عجبني بزاف اول مره كيعجبني شي سيناريو في تيليفيلم <مم> واش دابا خاصنا نمشيو لكاتار سي سياك اللي بغيتي مرحبا نمشي ولا ما نمشيوش وصلنا ليها سي عبد الامور ماشيه في في سليم لا لا مزيان مزيان ياك يعني إيه واشتي وانت هدي عام وانت كتقول لي بغيش. <applause> ما بغيتش ما باغيش لا قلت لك ما بغيتش انا ولكن عاوتاني قلت لك بغيت بغيت اه لا انا ما بزاف عليا شي هضره زويونين داك الشيء وانا نعاود ثاني لا انا اخر آه. <applause> لا لا نخرج <applause> <applause> واخا مرحبا بك سيدي كاتارسيس الفكره واضحه تطهير نفسي واحد دقيقه جوج دقائق يعني شي بوحديالك مثلا انا نقدر كاع نساعدك شي حاجه على نجمه وقمر انا هذا نجمه وقمر اي ما عرفت علاش بالعكس هو بالعكس زوين ما فيه مشاكل والله اي هذا هو المشكل هذا آه. هو المشكل آه. كان علي تفضل. كان خل علي نمشي اكثر في المسرح لإنه هو المجال ديالي هو المجال اللي كنقدر نعبو اللي كيتسمح لك انك تعطي داك الشيء اللي بغيتي فانقطعت على المسرح لانه واحد الوقيته يعني وجاتني واحد جاتني واحد لا ديبرسيون ديبرسيون دي جيت ديبريمي بصح واحد الوقت يعني مشيت توجهت لحياتي احباط نوع من الاحباط من الاحباط اللي اللي ما عنده حتى مبرر يعني ولكن انا كان امن بواحد القضيه كان امن بالوقت وكان امن ب... بمده الصلاحيه وما تنساش واحد المساله سي بلال وهو مم. انه اغلب الممثلين الكبار عندنا في المغرب راه ما بداوش هما صغار بداو حتى ل 45 الف الأربعينات. الأربعينات. هو المشكل دابا انت العكس انت بديتي صغير في الاول اه سيسا وصلتي 40 عام ونت... لا ولكن لا بالعكس <applause> لا ولكن الماجي ان شاء الله غادي يكون احسن لانه عندي مشاريع شخصيه ديالي اللي اللي غادي نخرج بها ان شاء الله عندي واحد لا فيزيون انا المواجهه بيقى... ديال اليوم حاولت باش انني نوجهها في اتجاه واحد نعم. وانه نرميو الكره عند مخرجين سينمائيين اللي بكل صراحه <applause> لا يعني بكل صراحه كي يجيبوا شي شي ناس اللي شي حوادث سير اللي كتصيب العيون ديالنا خص الانسان على الاقل هذا شاب اللي كان شارك في جوج الاعمال السينمائيه النتيجه كانت لا باس بها ما فهمتش انا بكل صراحه ما كانك ما فهمتش علاش هاد الناس هادو كيدوروا وجههم كيمشيو كيبحثوا على اشخاص اللي أحملهم القدر بطريقه غير مفهومه هذا الميدان لا ربما هذا لو شونجمون اللي وقع دابا شويه وقعوا فيه هذا الشيء هذا بجو... ولكن هذا الشيء غادي كيتصفى يعني بداو الناس للمنتجين. المنتجين بداو كيجيو شي عروض ولا قول لي مازال ما كاين والو لا السينما بون كيجيو شي عروض ولكن بون داك الشيء ما كاينش لا لا ما كيعجبنيش لان ادوار ما كي... ما كيعجبونيش الوغ سيميو كاع ما نديرهاش احسن المسرح بناوي ترجع اه وي بقوه ان شاء الله ايوا قولها لي دابا من بعد ما ما تعملهاش لا لا انا بقى حالي كي نتا عبد الصمد لا سيس لا لا بالعكس انا انت الحلقه ديالك يكتس دي بهدوء عرفتي تيه نبقى حالي نتا بغيتي تنتقم في الاخر لا 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 غير بنصحك المستقبل لك لك لك. المستقبل كاين الجدارة والاستحقاق بزاف ديال الشركات ولا التلفزه المغربيه الاولى ولا الثانيه وعاو بانه راه في صالحنا اننا نجيبوا الممثلين وراه الا حطيتي اغنيه وراه بدات هذه المساله هذه كتكون كارتيزان عبد سماد سيدي ديما في الكاتارسيس بغيتي نرجع لك للاعمال التلفازيه واش بالنسبه لك انت كتحس بعض المرات بكل صدق ملي كتشتغل بانها ضروره لان الحياه هذه خاص اه وي ضروري يكون اكيد اكيد ولو اننا زعما صراحه انا بالنسبه لي ان مسألة ديال الفلوس ممكن نجيبهم بلاصه اخرى ولكن انا كان في كي قلت لك انايا شوف شتي دابا حنا فاش كنشدوا عمل كيكون غزال كيحمق المنتج والمخرج كيهضروا كيهضروا لك عليه بواحد الشكل صافي كتقول هنا ولكن فاش كتجي الواقع بزاف ديال الناس اللي ما كي ما كيحافظوش على يعني الوعد ديالك دي كتولي وم... ما كتيقش وفاش كتدخل انت كتقول بانه تقترح عليك عام في رمضان وما ما بغيتيش يعني انه بين لا ما ماشي بين... ما بغيتش انا ما بغيتش وحتى المنتج حتى هو ما بغانيش يعني جات يعني جات توافق اه, اه... اه... سي جا واحد التوافق ضمني و... ومشت الامور هكا بواحد الشكل زوين وصافي يعني بحال باش ترتاح حتى من نجمه وقمر شويه عاود آه انا ملي فات انا كنت كنشوف كنقول هذا الولد هذا اش كيعمل الله يسمح لي وصافي المهم تبارك <applause> عليك في راسك مع سامي انا كنقول لك <applause> لا انا مال هذاك هذاك النسيان هذاك اي اي, أي ورا. ماشي سماد وقمر المهم ماشي بين قوسين هذيك كانت تجربه انا غير لي زامي ديالي قال لك دير معنا يدك دير صافي بارك عليك سماد صافي غير ورد برك ما تبقاش تصيد مستقبلا لا لا سامد شكرا بزاف على العبور من الاف ام صافي انتهى التمرين تالا طبعا كنتمنى مستقبلا انك يعني يتم الانتباه لهذه الكفاءه هذه انا يعني كنقولها بصدق ومامن بها بارك الله كنتمنى انه مستقبلا يتم الاهتمام موهبة ديالك وغنبقى كما قلت لك غنشوفك واش رجعتي للمسرح وغنشوفك الله في افلام سينمائيه مستقبلا ان شاء الله غادي عليك في قريبا جدا ان شاء الله تذكير اخير بدءا من يوم الاربعاء المقبل الحادي عشر من مايو. والى غايه الثاني بعد العشرين من نفس الشهر ميدي آن تقوم بتغطيه خاصه للمهرجان السينمائي رقم واحد في العالم مهرجان كان العالمي ركن سي يوميا من الكوازيت خاص من كان على ميدي آن يوميا في الرابعه والنصف بعد الزوال اضافه للتقارير في نشرات الاخبار بالعربيه والفرنسيه نتكلم على ما نعرف وبالخصوص على ما نشاهد شكرا لوفائكم اف بي ام في سابيا على ميدي ان عبد الصمد مره اخرى شكرا على العبور بارك الله فيك <applause> السبيل وشكرا شكرا لكم كذلك الى الملتقى